ملف الإصابات في الحقيقة ده كان ملف من ضمن الملفات اللي بتؤرق المسؤولين في النادي الأهلي على مدار كام سنة فاتوا، لكن بصراحة في تطور كبير جدا، تطور ملحوظ في الجهاز الطبي وتعامله مع الإصابات وفي سرعة عودة اللاعبين للمشاركة، وده أمر مهم جدا. بالتالي أنا عايز أتكلم على بعض الأسماء المهمة، وأنا عايز أبتدي بعلي معلول لأن اللغط كتير جدا على علي معلول، وأنا عايز بقى أحكي لكم بالظبط إيه التفاصيل والكواليس اللي بتتعمل. علي معلول اتصاب في أنهي مباراة؟ مباراة البايرن. مجهود كبير جدا بدني كان بيتعمل من اول دقيقه لاخر دقيقه، فاللاعب جاله شد خفيف خلف العضله وهو في الملعب، تمام، حلو حلو، كان حريص اشد الحرص، حريص اشد الحرص حتى وهو مصاب عايز يكمل. انا اللي بحكي لحضراتكم ده مش بألف ولا حاجه، انا كنت موجود مع الناس وعارف كل الكواليس اللي حصلت. يعني الراجل وهو في الملعب كان عايز يكمل باي طريقه، والح انه يواصل رغم ان هو مصاب، لان يا جماعه ببساطه هو لابس تيشيرت النادي الاهلي، ادي رقم واحد، رقم اثنين ده بيلعب بايرن ميونخ اقوى فريق في العالم، فاي حد هيبقى عايز يظهر في الدقائق دي يلعب يبان بتتكتب في تاريخه، فهو حاول انه يكمل، لكن الجهاز الطبي فضل بالتنسيق مع المدير الفني انه لا نسحب علي معلول حفاظا على اللاعب، رغم ان هو ايه كان عايز يكمل. حلو حلو. ايه اللي حصل بعد كده عشان يحاول يلحق مباراه بالميراس؟ اتعمل اشعه سونار على العضله الخلفيه، وفي جهاز سونار كده الاهلي جايبه ومعاه بيمشي بيه في كل حته، ما كان موجود معانا في مقر الاقامه، اتعمل لعلي معلول، اتضح ان هو عنده شد خفيف، تم التعامل مع الجزئيه دي، ما كانش فيه قلق، يعني الجهاز السونار ده لما اتعملت له الاشعه بينت ان ما نقلقش قوي يا جماعه، الموضوع بسيط، ممكن يكون في فرص ان هو يلحق مباراه بالميراس البرازيل. وخلي بالكم التعامل في الملف ده لما تبقى في بطوله مهمه وقويه زي ما بتلعب دوري مثلا او بتلعب بطوله مش ما فيهاش مباريات حاسمه مثلا، فعشان بطوله مهمه فتم المحاوله باقوى ما يعني، حاول الجهاز الطبي حاولوا بكل ما يملكوا من قوه يعني ان هم يجهزوا علي معلول ان هو يلعب. وانا عايز اخص بالذكر الدكتور احمد ابو عبله، طبعا دكتور مميز جدا، الدكتور عبد المجيد والدكتور محمد وفائي اخصائي العلاج الطبيعي، عمل مجهود كبير قوي مع علي معلول عشان يتم عودته في مباراه بالميرس، وفعلا علي معلول كمان كان عايز يلعب وكان حريص جدا ان هو يشارك، فتم التنسيق وتم المحاوله وتم بعض الاختبارات، كان بس في بعض الالام البسيطه كان ممكن يلعب عليها لكن كانت هتبقى مجازفه بالنسبه للاعب، فبالتالي تم استبعاد علي معلول، لكن هو اللاعب كان عايز يبقى موجود في قائمه المباراه تحسبا للحاجه ليه، وده كان فعلا هيحصل وكان هينزل عشان في الوقت قدامه ودي علي معلول قدامه اسبوعين بالظبط، لان هو عنده اصابه في الغشاء المبطن للعضله الخلفيه، بخلاف الشد الخفيف اصابه في الغشاء المبطن للعضله الخلفيه، ودي حاجه بسيطه ان شاء الله مش هتاخد وقت، اسبوعين بكتير يبقى موجود علي معلول. سريعا بقى كام اسم كده بسرعه، صلاح محسن عنده اجهاد في العضله الاماميه او شد في العضله الاماميه، عمل اشعه النهارده نتيجتها هتطلع خلال ساعات يبان بعد كده مده غيابه. طاهر محمد طاهر، طاهر خرج في مباراه بالميرس بسبب مش تغيير فني، خرج بسبب اجهاد في العضله الخلفيه، بكره هيتضح موقف طاهر بنسبه كبيره هيقعد قد ايه؟ هيغيب قد ايه؟ صلاح محسن في البدايه بس هيغيب برضه حوالي اسبوعين كده مبدئيا يعني من 10 15 يوم. طاهر بكره هيتضح موقفه هيغيب قد ايه بس ان شاء الله بسيطه. من الاخبار المهمه والمميزه جدا ناصر ماهر من بكره هيشارك في التدريبات او في بعض التدريبات الجماعيه، بعض الفقرات الجماعيه مع الفريق، وفي اول ثلاثه يشارك في التدريبات الجماعيه يبقى متاح بالنسبه للجهاز الفني. ندفد قدامه اسبوع عشان يشارك بشكل كامل في التدريبات الجماعيه. محمد محمود ابتدى الجري من اسبوع، محمد محمود ابتدى الجري من اسبوع واول ثلاثه يشارك في التدريبات الجماعيه باذن الله. محمود متولي عدى من فتره اصابه 6 شهور، ناقص له من شهرين لثلاثه بالكثير قوي يكون متاح بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني. دي اخر التطورات واخر الاخبار تتعلق باصابات النادي الاهلي. هروح لفصل سريع لسه عندنا فقرات مهمه جدا في الحلقه.